أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: استقمت منذ 7 سنوات ولا يزال أو ولا أزال أنعم بنعمة الهداية ولله الحمد، كيف أحافظ على هذه النعمة في هذا الزمن المليء بالفتن أثابكم الله؟ نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. أولا أوصيك بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وقاه من الفتن والمحن وثبته على هداه وألهمه الرشد سدده في القول والعمل، فاتق الله. وثانيا أن تلزم الشكر، فما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فقام بحقها بالشكر إلا تأذن الله له بالمزيد، وهذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. وإذا سألك العبد أنه لا يحب ولا يريد ولا يرضى أن يبدل دينه ويريد أن الله أن يثبته على الحق، فقل له أشكر نعمة الله عليك، فتشكر الله سبحانه وتعالى ولا تنسى فضله عليك. ومن الشكر شكر الجنان وشكر اللسان وشكر الجوارح والأركان. أما شكرك بجنانك فانزع من قلبك كل حول وقوة، وانزع من قلبك كل فضل إلا حول الله وقوته وفضل الله وحده لا شريك له. لا تقل إنك مستقيم لأنك من بيئة مستقيمة، ولا تقل والله إني على خير لأن والدي فعل وفعل وتنسى فضل الله عليه، بل تبرأ إلى الله من الحول والقوة، إلا من حول الله وقوته. وما بكم من نعمة فمن الله، أن تشكر الله بقلبك. ولذلك قال الله عن أوليائه لما رأوا نعيم الجنة وسرورها: بلغنا الله وإياكم والدينا والمسلمين أجمعين، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فليكن في قرار قلبك هذه العقيدة، أنك لم تهتدي بذكائك ولا بخيريتك ولكن بفضل الله، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإسلام، فالله هو الذي يهدي، ولا مهدي من هدى إلا من هداه الله. أمر الثاني بقلبك، بلسانك أن تلهج بالشكر، وهذا يستلزم منك كل نعمة في الدين تذكرها. من الناس من أعطاه الله الهداية فما قام إلا شكر الله، ولا قعد إلا شكر الله، ولا أصاب خيرا إلا ذكر الله، حتى يبلغ الدرجات العلى في هدايته. من الناس من يصلي الصلاة ولا ينسى شكرها حتى يرجع إلى بيته، ويقول: من أنا حتى يخرجني الله في ظلمة الليل في هذه الظلمة إلى بيت من بيوته؟ من أنا حتى يرزقني الله هذا الخشوع فتأثرت بقراءة الإمام؟ من أنا حتى رزقني الله الصف الأول؟ من أنا حتى رزقني الله عز وجل الخضوع وحضور القلب للتلاوة والتسبيح والتحميد والذكر؟ هذه نعم، من ذكرها ذكره الله. ولذلك من كان مستقيما بحق وقلبه حاضر ونفسه مستجمة فإنه ثابت على الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فتجده لا ينسى لله فضلا ولو كان ذرة. لا يزال العبد يذكر نعمة الله عز وجل عليه حتى يرتفع إلى الدرجات العلى من الجنة. الشكر، ولا شكر إلا بذكر، لأنك لما تذكر النعمة وتعرف فضل الله عليك تقول: من أنا الذي أخرجني الله في ظلام إلى بيت من بيوته وغيري نائم؟ من أنا لولا فضل الله سبحانه وتعالى وغيري على السرير مريض؟ من أنا لولا ولولا ولولا؟ ولا تزال تذكر نعم حتى تحس أنك لا شيء، وهذه هي الحقيقة. فإذا ذكرت هذه النعمة امتلأ قلبك بتعظيم الله عز وجل، قلت: الحمد لله. من أنا الذي من الله علي أن يجلس في مجلس الذكر الذي تحفني الملائكة وتغشاني الرحمة ويكتب لي أجر الساعة والدقائق واللحظات هذه في ذكر الله عز وجل؟ من أنا حينما صرف غيري إلى الملهيات إلى المغريات؟ منهم من شغل في الدنيا، كم من أناس يتمنون أن يجلسوا مجلسك فتقول: يا رب لك الحمد على هذه النعمة. فإذا ذكرت نعمة الله بجنانك وذكرت وأثنيت على الله بلسانك واستحييت من الله في نعمه بجوارحك وأركانك، ثبت الله قدمك على الصراط المستقيم، ثبتك الله على سبيل قويم، ثبتك الله
على صراط ينتهي بك إلى الجنة. لا يزال العبد بهذا الشعور حتى يفوز ويفلح وينجح. ليس هناك بلاء ينتهي بالعبد إلى الشقاء والعناء مثل الغفلة. وأول الغفلة الغفلة عن نعمة الله عز وجل، فنعوذ بالله من الغفلة. الأمر الثالث أنك إذا شكرت الله سبحانه وتعالى وعظمت نعمته تعاطيت كل الأسباب للثبات على الهداية وطاعة الله سبحانه وتعالى ومحبته ومرضاته. فالهداية أعلى درجاتها أن تطلب العلم، أعلى درجات الهداية أن تتعلم شرع الله وأن تعمل به وأن تدعو إليه غيرك حتى تكون هاديا مهديا. وهؤلاء هم أصحاب السعادة الذين استثناهم الله من الشقاوة وأخبر أنهم من أهل الحسنى وزيادة، جعلنا الله وإياكم منهم. فأقسم سبحانه فقال والعصر، والعصر المراد به الدهر كله، ولن يلبث العصران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمما. فالعصر هو الدهر، فأقسم الله بالدنيا كلها. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه الهداية، وعملوا الصالحات، هذا طلب الزيادة من الهداية والاهتداء، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اهتدوا في أنفسهم وهدوا غيرهم كما قال بعض العلماء رحمه الله. فإذا أراد الله أن يتمم لك الهداية رزقك طلب العلم، وتسمو في طلب العلم إلى أعلى درجات من أدب طالب العلم مع الله وأدبه مع نفسه وأدبه مع العلماء ومع مشائخه الأحياء، ومن يتعلم منهم ويستفيد من كتبهم من الأموات، فيحفظ لسانه وجوارحه ويحفظ حرمتهم وحقهم، فلا يزال على هذا الخير حتى يرفع ويرضى الله عن قوله به وعمله. تسمو في بطلبك للعلم في هدايتك، تبحث عن كل شيء يدلك على الله عز وجل، تريد كلمة تخشع قلبك، تريد كلمة تدمع عينك من خشية الله عز وجل، تريد كلمة تعلمك كيف تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، أو كيف تصوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، تريد كل شيء يدلك على الله سبحانه وتعالى ويهديك في طاعتك واستقامتك. فإذا بلغت هذا المبلغ أنك تحب العلم وتنتفع من العلم، فإن الله يثبتك في هذا العلم على طاعة الله، لكن بشرط أن تخلص في هذا العلم لله عز وجل، وثانيا ألا تضعف ولا تتوانى ولا تتكاسل في العلم، بل تكون مجدا مثابرا وتبلغ في أعلى الدرجات في محبة الله ومرضات الله عز وجل، وأن تحرص على العمل بهذا العلم، وأن تلازم الخشية من الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن أصل العلم هو الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد أصل العلم خشية الله، العلم خشية الله، فكن من الذين يخشون الله عز وجل. أيضا من الأمور التي ينبغي عليك أن تتنبه عليها وهي كثيرة، لكن نختم بها ولا نطيل، أن الإنسان في هذا الزمان لا يبالي بالناس أقبلوا أم أدبروا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قذف في قلبك نور الحق فإنه يريد بك الخير. فافتح لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم صدرك، واعمل بذلك بجوارحك، وإياك ثم إياك والهلكة. الهلكة أن تنظر يمينك وشمالك فتقول كيف أفعل، وهل أنا وحدي أفعل، والناس يفعلون والناس يتركون والناس يقولون. لا يزال لك من الله معين وظهير، خاصة في زمان الفتن والمحن، ما استمسكت بحبل الله واعتصمت بدين الله، فإنك إن رأيت أن الله أعطاك هذه النعمة وهي الهداية، وأنك ستلزمها وستلازم عليها وستعض عليها بالنواجذ، رغم الملهيات، رغم المثبطات، رغم سب الناس، رغم شتمهم، رغم استهزائهم، رغم سخريتهم، فلا يزيدك ذلك إلا في الله حبا، ولا يزيدك هذا إلا اعتصام بحبل الله وثباتا على دين الله الذي يريد أن يستقيم على طاعة الله حتى يأتيه الموت والله راض عنه، لا يبالي بالناس هل هم معه أو عليه، ما دام أنه يرضي الله سبحانه وتعالى. لا تفكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، من هذا النوع من الناس الذي إذا رأى الناس استقام استقام، وإذا رأى الناس عوج والعياذ بالله عوج، ولكن وطنوا أنفسكم. يوطن العبد نفسه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال ما الذي يأمرني الله به فأفعل، وما الذي ينهاني الله عنه فأنتهي، شاء الناس أم أبوا، رضوا أم سخطوا. واعلم والله أنه ما سخر منك أحد إلا رفع الله درجتك،
وأنه ما استهزأ بك أحد إلا أعلى الله مقامك، وأنه ما انتقصك أحد إلا رفع الله بنقصته قدرك. لا تحسب أن التجارة مع الله خاسرة، ولا تظن أنك إذا قلت ما يرضي الله أو عملت بما يرضي الله أنك تشقى. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما أنزل الله كتابه ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولجعل هذه السنن والآثار ليشقى أهلها أبدا. والله لتسعدن وليسعدن الله بك الأمة ما اعتصمت بحبل الله، تستمسك بهذا الدين ولو جاءتك الفتنة. أيضا هذا من الوصية، فابتليت بشهوة في سمعك في بصرك في فرجك فتب إلى الله واقهر عدو الله، واقهر عدو الله، ولو عاد مليون مرة تعود إلى ربك فلا تزال تفتح لك أبواب السماوات تائبا راغبا مستغفرا منيبا إلى ربك مسترحما، فلا ترى من ربك إلا خيرا. إذا وثقت بالله واعتصمت بدين الله وقلت هذه الهداية إلى الموت وسأستقيم على دين الله ولو كان على رقبتي، فإن الله يثبت. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، فلئن أقمت دين الله وقلت والله لا أستقيمن على طاعة الله ولا أبالي أقبلت الدنيا أم أدبرت. تاجر يخاف أنه إذا اهتدى تذهب تجارته، ورجل له مكان في المجتمع يخاف أنه إذا استقام أو التزم بطاعة الله أن الناس تحتقره، هذا من الشيطان. فإذا كنت وأنت تاجر وأنت بعيد عن الله عز وجل والله يعطيك النعمة، فكيف إذا استقمت؟ وإذا كنت تقول لك في معزها الآن وأنت بعيد عن الله فكيف كن مع الله وثق بالله عز وجل، فإن الله شهد من فوق سبع سماوات ولا أصدق من الله قيل أنه نعم المولى ونعم النصير. لئن توليت الله بالهداية تولاك، ولا يزال العبد يهتدي وتدمع عينه إذا أساء وأخطأ، ويفرح قلبه برحمة الله إذا أناب واعتبر وادكر والتزم بصراط الله. فالمؤمن ما بين الخوف والرجاء، تستقيم إلى الموت وتجعل الموت أمام عينيك، وأن هذا الدين بحياتك وأنك لا تضحي بهذا الدين مهما كان. فإذا كنت على هذا واستقمت على هذا ثبتك الله، والله يحب عباده الذين لا يهنوا ولا يضعفوا ولا يستكينوا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المنيبين، اقبل توبتنا وامحو حوبتنا واغفر زلتنا وارحمنا يا ربنا. اللهم إنا نشكو إليك غربتنا، اللهم ارحم ضعفنا في الغربة، اللهم ارحم ضعفنا في غربتنا، اللهم قو ضعفنا واجبر كسرنا وسدد أقوالنا وأعمالنا بما يرضيك عنا. نعوذ بالله وبعظمة الله وبجلال الله وبأسماء الله الحسنى وصفاته العلى من زيغ القلوب ومرانها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة. اللهم إنا نعوذ بك من الردى والهوى وأهل الردى والهوى. ثبت قلوبنا وسدد ألسنتنا واغفر ذنوبنا واستر عدد ألسنتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا وأحبنا فيك. اللهم فرج عن إخواننا في المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا مغيث أغثنا وأغثهم، اللهم أغثنا وأغثهم، اللهم فرج عنا وعنهم، اللهم فرج عنا وعنهم. اللهم إن بالإسلام وأهله من الضيق والبلاء ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك. سبحانك جبار السماوات والأرض، نسألك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.